اعتقادنا يمكن كان واضح جدا ان هو رايح مغلوب قبل ما نروح بالوضع بالنسبه للاداء اللي احنا شفناه. طبعا اداء ما كانش متوقعين واحنا من لعيبه المنتخب، خصوصا يعني بعد الوصول لنهائي افريقيا والامور كانت الى حد ما عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني واللاعبين. لكن بص يعني دي ماتش او مباراه انتهت، التفكير في المباراه القادمه، خصوصا يعني ان انت مصر يعني دي اكبر دوله اخذت بطوله افريقيا وشاركت في هذه البطوله، فبالتالي ماتش وبتلعب في ارض تونس، عندهم طموح برضو، عندهم لاعبين مميزين. الافضل ان احنا خلاص ننسى الشكل والاداء والنتيجه اللي حصلت ونفكر في الفتره القادمه في المباريات القادمه. لكن اداء ما كانش مميز، اداء كان سيء جدا، وهزيمه مستحقه لمنتخب مصر يعني.